وبعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا مع بعض نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. منها هنشوف إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة في أسيوط، وكمان في ماتشات مهمة النهاردة في الدوري المصري وربع نهائي أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيتم تنظيم قوافل طبية شاملة في قرى 4 مراكز في محافظة أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة هتوفر خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات الأكثر احتياجاً. كمان النهاردة هيعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الصحة العالمي 2022، واللي بيوافق 7 إبريل من كل عام. السنة دي الاحتفال بيوم الصحة العالمي هيكون تحت شعار كوكبنا صحتنا، وهيركز على الإجراءات العاجلة اللازمة للحفاظ على صحة البشر والكوكب. لعشاء الدوري المصري النهاردة موعدهم الساعة 9:30 مع مباراتين من العيار الثقيل، الأولى بين الزمالك وبيراميدز، والتانية بين الأهلي والاتحاد السكندري في إطار الجولة 11 من عمر الدوري المصري. بالنسبة للكرة الأوروبية النهاردة الساعة 9 هيكون في مباراتين، الأولى هتجمع تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، التانية بين بايرن ميونخ الألماني وفياريال الإسباني، وده في إطار لقاءات مباريات الذهاب لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.